تسيطر، عايز تتغير، عندك في قواعد تذاكرها عددهم 30. قواعد السيطرة 30، قواعد السيطرة 30 دلوقتي. قواعد السيطرة 30 مع مفيدة شيحة على نغم اف ام. اهلا بيكم وحلقة جديدة من قواعد السيطرة 30. القاعدة اللي موجودة معايا النهاردة اللي فيها تقدر تسيطر على انك ازاي تتعامل مع واحدة ست، ازاي تبقى جنتلمان مع واحدة ست. في رجالة جنتلمان بيعرف ازاي يتعامل مع الستات، هو طبعه كده، وفي راجل ما بيعرفش يتعامل مع الستات، دايما يجي بدل ما يكحلها بيعميها حتى لو نيته كويسة، رغم انه ممكن يكون قلبه طيب على فكرة وما قصدش حاجة وحشة، لكن تلاقي الستات والبنات كلها واخدة عنه فكرة مش لطيفة. والحقيقة ان في رجالة كتير وشباب كبار ما بيعرفوش ازاي يتعاملوا مع واحدة ست، ما عندوش طريقة فن التعامل. تلاقي الستات تقول عليه كده سخيف، دمه تقيل، ما عندوش دم، ما عندوش ذوق، مش جنتلمان خالص في التعامل. المسألة مش بختك يا ببخيت، لا، المسألة ليها قواعد وفي شوية حاجات لازم تعرفها الأول عشان تعرف تتعامل مع واحدة ست. مبدئيا كده، هو مش لازم تبقى حبيبتك ولا قريبتك ولا مراتك عشان تتعامل معاها كويس، لأن أنت القواعد دي لازم تتعامل بيها مع كل الستات بنفس الطريقة بنفس الأسلوب. مادام هي واحدة ست يبقى لازم تتعامل معاها كده زي ما أنا هقولك. اللي أنا بلاحظه إن أغلب الرجالة فقدوا السنسر بتاع معاملة الستات، أو الله العظيم بعضهم بيعاملوا الرجالة أحسن ما بيعاملوا الستات. بصوا كده حواليكوا في الشارع، أول لما تدخل محل هتلاقي أسلوب الكلام مش هو. شوفوا أي خناقة ولا سوء تفاهم كده يقولك إيه يا عم، دول ستات عايزين الحرب. أنا مرة سمعت واحدة في الشارع بتقول لحد كسر عربيتها وحصلت خناقة وشبطة، فبتقول له عيب لما بتتكلم مع واحدة ست بالطريقة دي. الراجل المحترم رد عليها بكل ثقة وقال لها إيه، ست على نفسك يا ماما. أنا اتفاجئت بجد، الست ما قالتش حاجة، إنما هو منطقه ست ولا مش ست ما يهمنيش، في حين إن الشخص ده نفسه لو كان اللي بيتخانق معاه راجل يمكن ما كانش عمل كده خالص وخاف إن الموضوع يتطور ويتضرب علقة موت. إنما في ناس بتستقوى بس عشان هي واحدة ست، لأن خلاص ما بقاش في احترام لفكرة إنها واحدة ست، أو إن في طريقة معينة وأسلوب معين ما ينفعش تتجوزه عشان أنت في حضرة ستات. عشان كده إحنا الستات لما بنلاقي راجل جنتلمان على طول بيلفت نظرنا، والله العظيم على طول بيلفت نظرنا، بنقول عليه على طول راجل محترم، راجل قوي، راجل مهذب، راجل أمور. طبعا في رجالة ظريفة قاعدة دلوقتي بتسمعني هيقول لي مش أي ست. لا يا أستاذ، لا يا محترم، أنا بقولك أي ست، أي ست لازم تعملها بطريقة الجنتلمان، حتى لو ما عجبكش أسلوبها أو طريقتها، مش عشانها، ده عشانك، افهم، عشان تفضل محترم نفسك وبتعمل الصح. ايه بقى القواعد اللي تعامل بيها واحدة ست؟ انا اقولك، هات ورا وقلم. اولا لازم تتعامل معاها باحترام، يعني مش معنى انك ما تعرفهاش انك تضايقها، انك تغلس عليها، انك تعاكسها، ان انتوا عارفين. وجودها في مكان لازم يغير شكل القعدة، لازم يبقى فيه الكلام يبقى مهذب ورزين كده. لما يكون معاك واحدة ست لازم صوتك ما يعلاش، وتتكلم بطريقة يبان فيها انك عامل حساب لوجودها وهي تحس بيه. اوعى ثم اوعى تعلي صوتك عليها في الشارع، وبلاش اسلوب دي مراتي وانا حر اكلمها زي ما انا عايز. لا لا لا، لان الحركة دي مش بس بتوقعك من نظر مراتك، لا، دي بتوقعك في نظر كل الستات اللي شافوا المشهد اللي انت عملته في مراتك. لما تبقى ماشية جنبك اوعى تسبقها او تمشي قدامها، لا، خليك دايما جنبها. لما تدخلوا مكان لازم هي اللي تدخل الاول وتفتح لها الباب، لما تدخلوا شدلها الكرسي وقعدها الاول. طبعا في ناس كتير جدا تريقوا عليا، بس انا بقول لكم هي دي قواعد السيطرة، اللي عايز يعمل كده يعمل واللي مش عايز يعمل ما يعملش، هي دي قواعد السيطرة ازاي تتعامل مع واحدة ست عشان تعجبها. وطبعا مش عايز اقول انك ما ينفعش تسلم ابدا وانت قاعد، ده مستحيل، وما ينفعش تحط رجل على رجل وتتجعس كده في قاعدة ملهاش لازمة كده في قاعدة، لازم تبقى قاعد قاعدة رجالة مهذبين. الموضوع ده بيفرق، هو ده الطريق لقلب الست، عايز عايز، مش عايز انت حر. في رجالة بقى بيبقوا قاعدين بطريقة صراحة كده ما بفهمهاش،
تحس كده انه مش عامل اعتبار للي معاه. انت لازم تقعد قاعده فيها ذوق، قاعده جنتلمان، انا مش عارفه اشرحها لك، بس تبقى لا هي قاعده مجعوص ولا بالورب ولا مرحرح، وعارفين القعدات دي تبقى قاعد كده قاعده ظريفه. حاجه مهمه كمان، لو انت قاعد ومفيش كراسي يبقى لازم تقوم وتقعد الست اللي قدامك حتى لو في المواصلات. انا حقيقي ما بقتش فاهمه ابدا اي نوع من الرجال انتوا اللي يبقى شايف الست واقفه وهو قاعد ولا همه. ودايما دايما الحدود والمساحات محفوظه بينكم، تحاول دايما تديها الاحساس بالامان وانها ما تخافش من وجودك حتى لو هي ما تعرفكش. وعلى فكره ده تحقيقه بيبقى عن طريق نظره، نظرة عينيك كده تقدر توصلها الإحساس بالأمان، مش مجرد بتبصلها بطريقة مش كويسة. وده تحقيقه سهل جدا، إنك تديها بصة بس نظرة بعينيك كده توصلها الإحساس بالأمان. ما تبقاش الراجل اللي بيخوف، لازم تبقى الراجل اللي تتوسم فيه الشهامة وتستنجد بيه لو حصلها حاجة. ولما تكون شايلة شنطة تقيلة عليها أول حاجة لازم تشيلها منها وتساعدها فيها، ولما تكون رايحة مشوار لازم توصلها أو حتى تعرض عليها إنك توصلها. دايما تعرض مساعدتك بطريقة كويسة. أنا النهاردة اتكلمت عن قواعد المعاملة مع الستات. عموما مش الست اللي تخصك، يعني مش حبيبتك ولا مراتك ولا أختك، لا أنا بكلم عموما، لأن عموما لو أنت بتتعامل مع الستات دي كلها بنفس درجة الاحترام يبقى أنت أكيد بتعامل مع مراتك وإخواتك بنفس الاحترام. وأشوفكم بكرة وقاعدة جديدة من قواعد السيطرة الكام 30. قواعد السيطرة 30، قواعد السيطرة 30، قواعد السيطرة 30 مع مفيدة شيحة على نغم FM.